السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة English Online Class. فيديو تاعنا اليوم خصصناه لكتابة التعبير الكتابي، يعني كيفاش راح نتحصل على فقرة سليمة، فقرة صحيحة خالية من الأخطاء. بزاف تلاميذ عندهم مشكل مع الوضعية الإدماجية، يقول لك كتبت له كلش للأستاذ ولكن ما عطانيش نقطة جيدة. ما عطاكش نقطة جيدة لأنك بلك كتبت في الموضوع ولكن ما احترمتش أساسيات كتابة الوضعية الإدماجية or the written production. So هذا الفيديو خصصته لكتابة الوضعية الإدماجية بطريقة سليمة. How to write a good written production. This is the lesson objective or the aim from this video. So we have certain criteria to respect. عندنا مجموعة قواعد لازم نحترمهم في كتابة الوضعية الإدماجية. نبدأ مع بعض. Criteria for a written production. عندنا يعني معايير لازم نتبعوهم كي نكتبوا الوضعية الإدماجية. بزاف تلاميذ نلقاوهم عندهم مشكل مع الوضعية الإدماجية، يعني حبيت نقطة نعطيكم الأمور اللي لازم تردوا بالكم لهم كي ديروا the written production. First thing you have to suggest a title. لازم نقترح عنوان للفقرة ديالي حتى وإذا كان ما طلبوش مني. The title must be short and must be a noun phrase. يعني لازم يكون قصير ولازم يكون جملة اسمية، ماشي ما يكونوش افعال في التايتل. الان بالنسبة لي الفقرة or the content of the paragraph. اولا I have to write on the topic. لازم نكتب في الموضوع، يعني ما راحش نخرج على الموضوع اللي طلبوا مني. بزاف تلاميذ ما يفهموش الموضوع ديالهم، يقول لك درت كلش من الاخير ما تحصلش على نقطة جيدة لانه يخرجوا من الموضوع. ثاني شيء I have to use simple words and expressions. نستعمل كلمات بسيطة، عبارات بسيطة وسهلة، الا اذا كنت متمكن من اللغة بطريقة جيدة. إذا كنت ماشي متمكن من اللغة مليح نختار البساطة. So simple words. Avoid complex sentences. Use short ones. نتفادى الجمل الطويلة. نستعمل جمل قصيرة. فعل فاعل مفعول به. Subject verb object. Subject verb object. لأنه قد ما تطولوا في الجمل ديالكم قد ما راح توقعوا في الأخطاء. أخطاء إملائية، أخطاء متعلقة بالقواعد grammar. So avoid complex sentences. Respect punctuation and capitalization. هذا الشيء بزاف ما يحترموش. Punctuation and capitalization عليهم نقطة في الوضعية الإدماجية، يعني كل حاجة عندها النقطة ديالها. أنت تشوف ست نقاط، ست نقاط ماشي فقط على الموضوع، مقسمين على كم من هذه الأمور اللي راني نقول لكم عليهم. So, for the punctuation, the most common punctuation marks in English are full stops, نقطة, question marks, علامات الاستفهام, commas, الفاصلة, colons, النقطتين, semicolons, نقطة الفاصلة, exclamation marks, علامة التعجب, and quotation marks, we use them when we report speech. هنا ان شاء الله راح ندير لكم فيديو مخصص للبانكتويشن. هنا فقط حبيت نذكركم وشنو هما علامات الوقف or the punctuation in English، ونعطيكم مثال على كل واحد كيفاش نستعملوه. كما قلت لكم كي نكتب الوضعية الإدماجية تاعي لازم نحترم the punctuation، يعني ما نستعملهاش كيما نحب، كل وحدة نحطها في المكان المناسب ديالها، وكذلك ما نديرش وضعية خالية من علامات الوقف. So, شوفوا معايا. We use full stops to mark the end of a sentence. كي نكتب جملة آخر الجملة نحط نقطة، يعني هذيك النقطة or the full stop تبين لي باللي خلاصت الجملة ديالي. So, example. Shakespeare is a famous writer. We have here a full stop at the end of the sentence. Second point. We use question marks to make clear that what is said is a question. نستعمل علامة الاستفهام باش نعبر على السؤال، يعني الجملة اللي أعطيتها هي عبارة عن سؤال. For example, did you visit Tipaza ruins?
since it's a question, so I end my sentence with a question mark. مادام الجملة عبارة عن سؤال نختمها بعلامة استفهام. We use exclamation marks to indicate an exclamative close. نستعمل كذلك علامات التعجب باش نعبر على تعجب في الجملة. For example, oh no, this is an exclamation expression. Please don't ask me to phone her. She will talk for hours. It's an exclamation sentence as well. Fourth point, we use commas to separate a list of similar words or phrases. نستعمل الفاصلة باش نفرق ما بين الجمل القصيرة وما بين مثلا when you list different articles on the same sentence. كيكون عندي I have to list, نعطي مجموعة تاع أمور فرقهم بالفاصلة. For example, it's important to write in clear, simple, accurate words. هنا فرقت هذه الكلمات clear, simple and accurate with commas. سادس نقطة, we use colons to introduce lists. النقطتين نستعملهم باش نعطي a list. For example, there are three main reasons for the success of the government. So which are these reasons? I have to put the commas and I list the reasons. النقطة الأخيرة, we use semicolons to separate two main clauses. هنا نقطة الفاصلة نستعملها باش نفرق ما بين جملتين. تكون عندي a complex one, نفرق الجملتين بالكاما. So, Spanish is spoken throughout South America. الجملة الأولى. In Brazil, the main language is Portuguese. الجملة الثانية. فرقتهم بالفاصلة. We use quotations to report speech. هذه النقطة الأخيرة بالنسبة للpunctuation. Quotations نستعملهم when we report speech باش ننقلوا الأقوال. مثلا she said, I put the quotation, where can we find a nice Indian restaurant, and then I put the quotation. Quotations نستعملهم باش ننقلوا أقوال تاع الأشخاص. So it's used in a direct speech. Now capitalization. We use capital letters to mark the beginning of a sentence. كي نبدأ الجملة تاعي دائما الكلمة الأولى تكون capitalized. مثلا we went to France last summer. هنا we is the first word of the sentence, so I have to put W in a capital letter. Also, we use capital letters at the beginning of proper nouns. كي يكون عندي proper noun اسم علم ندير capital letters. Proper nouns include personal names أسماء الأشخاص, nationalities الجنسيات, languages اللغات, days of the week أيام الأسبوع, months الأشهر, public holidays أيام الأعياد والاحتفالات, as well as geographical places أسماء البلدان كذلك أسماء المناطق. So all these are regarded as proper nouns. كيجوني في بداية الجملة, في وسط الجملة أو في نهاية الجملة, I have to put them in a capital letter. So pay attention to the capital letters. Put them in a correct way. Now, use connectors to link your ideas. كذلك كي نكتب فقرة نربط الأفكار تاعي by using connectors and prepositions. Among the connectors you have, عندي connectors ولا أدوات الربط اللي نستعملهم في البداية, اللي نستعملهم في الوسط, واللي نستعملهم في النهاية أو الخاتمة. So we have for example first, second, third. أولا, ثانيا, ثالثا. في البداية نقدر نستعمل to start with, at the beginning, first of all. في الوسط, next, after, then, in addition. في النهاية, I can use lastly, finally, in conclusion, or to conclude. اللائحة ما زالت مفتوحة, أنا اختيرت لكم فقط بعض الأمثلة اللي تقدروا تعتمدوا عليهم باش تكتبوا وضعية إدماجية صحيحة. So you have connectors for the beginning of or the introductory sentence, connectors for the core or the paragraph, and connectors to conclude and finish your paragraph.
نقطة أخرى، start your paragraph with an introductory sentence. دائما الفقرة تاعي نبدأها بجملة نسميها introductory sentence. هذه الجملة summarizes the whole idea، تلخص لي كل الفكرة تاع الباراغراف ديالي أو كل الفكرة تاع الفقرة ديالي. يعني جملة نختصر فيها، نذكر فيها وشنو هو الموضوع اللي راني نعالجه، ونعطي فيها باختصار الرأي ديالي أو الفكرة اللي راح نطرحها. So المثال اللي اخترته لكم راح يكون about a biography about حسيب أبو المرقع. Since we in the previous videos I suggested a paragraph about a historical landmark، اليوم حبيت نقترح عليكم فقرة مغايرة about شخصية. So this is the ID card of حسيب أبو المرقع. Name، الاسم حسيب أبو المرقع. Nationality، Algerian. Job، she is a famous runner. Date of birth 1962. Place of birth Constantine. Achievements, she participates in different running competitions and won a lot of medals. هنا راح نحاولوا نستعملوا هذه المعلومات الموجودة في البطاقة in the ID card and we try to transform them into a written biography or a written paragraph. مع احترام كل the criteria اللي اقترحتها لكم في الجزء الأول من الفيديو. نبدأ مع بعض. So كما قلت لكم الفقرة تاعي دائما نبدأها بعنوان. مما إذا كان ما طلبوش مني نكتب العنوان، أنا لازم نقترح العنوان لأنه راح يحاسبوني عليه. So the Algerian athlete حسيب أبو المرقع. This is the title I have suggested for you. حسيب أبو المرقع is a famous Algerian runner. This is the introductory sentence. جملة البداية أو المقدمة. الآن first she was born in 1962 in Constantine. Second she participated in different running competitions all over the world. Finally she won a lot of medals. To conclude حسيب أبو المرقع is a great sportman that everyone should remind us. So to conclude this is the closing sentence. كما راكم تلاحظوا استعملنا connectors. We have first, we have second, we have finally, we have to conclude. احترمنا كذلك علامات الوقف. We have capitalization, we have commas, we have full stops. We have recapitalized all the proper nouns. استعملنا جمل قصيرة، ما استعملناش جمل طويلة لتفادي الأخطاء. So إذا كان حبيتوا تحصلوا على فقرة صحيحة وكذلك عفوا احترمنا الموضوع اللي طلبوا منا نكتبوا فيه. So إذا حبيتوا تحصلوا على فقرة سليمة خالية من الأخطاء وتاخذوا نقطة جيدة، احترموا معايير كتابة the written production. إن شاء الله تكونوا استفدتوا معايا. إن شاء الله ربي يوفقكم. نتمنى التوفيق الكامل للتلاميذ خلال فترة الاختبارات إن شاء الله. أي حاجة عندكم سؤال أو أي اقتراح خلوه لي في التعليق. تهلاو في روحكم، تهلاو إن شاء الله نتلاقاو في فيديو آخر. سلام. So المثال اللي اخترته لكم راح يكون about a biography about